نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم فاسمع إلى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد من لقاءات الأخوة في الله جل وعلا، وفي هذا البرنامج الكريم فاسمع إذن. حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات الأخوة التي نتواصل معها ونتواصل حولها وفي الحديث عنها منذ ما يزيد على السنة بفضل الله عز وجل، ولا يزال الحديث موصولا لأن الحديث حول الأخوة وأحكامها وآدابها وأحوال الصالحين فيها حديث ذو شجون. وأذكركم بأنه يمكنكم التواصل معي عن طريق الأرقام التي تجدونها على شاشة القناة، إن شاء الله اللي يحب يتصل بينا الأرقام موجودة قدامكم، وزي ما بنفكركم كل مرة اتصالكم هو دعم لهذه القناة الكريمة التي نسأل الله عز وجل أن يقيمها منارا للحق، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا الليلة موصول أيها الإخوة حول الوفاء بالعهد والوعد. كان لنا لقاء سابق في الأسبوع قبل الماضي لأنني تغيبت لعذر في الأسبوع الماضي، وكان الحديث حول الوفاء ومعانيه وحول صور من وفاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان أوفى الناس على الإطلاق، كان أوفى الناس لربه، كان أوفى الناس لدينه، كان أوفى الناس لأهله لأولاده، كان أوفى الناس لأزواجه، كان أوفى الناس حتى لأعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. من وفائه لأزواجه أنه كان كثيرا ما يكثر ذكر خديجة رضي الله عنها بعد موتها، ونحن ربما نكون ذكرنا هذا الكلام مرارا، كان يكثر ذكرها كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد أو من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي من خديجة وما رأيتها. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، فربما قلت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، أنت مش فاكر غيرها؟ هذه غيرة. ومن رحمة الله أنه جعل غيرة عائشة رضي الله عنها من المرأة الميتة رضي الله عن أمنا خديجة أكثر وأشد من غيرتها من أخواتها على قيد الحياة التي يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني لو انقلب الأمر بالعكس وكانت غيرتها من الأحياء أشد، كان يبقى الأمر فيه خطورة وصعوبة جدا عليها، فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل يختار الأرحم والأيسر لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكان لما تقول له يعني: وما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت. لما تعد كلمة كانت وكانت دي هما اتنين بس، تحط تحت كل واحدة منهم خطوط عريضة: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وكان لي منها الولد دي نقطة مهمة جدا جدا، يعني سبحان الله كيف ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من بين كل فضائل خديجة رضي الله عنها: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. احنا النهاردة هنشوف بعض صور من وفائه عليه الصلاة والسلام، ولا بد ان نبدأ بالحديث عنه هو اولا، ثم نرى بعض الصور من يعني حياة الصالحين، بل ومن حياة بني اسرائيل، بل ومن تراث الجاهلية ايضا. نرى
صورا من الوفاء عجيبة جدا، تؤكد لنا انه ايام الجاهلية القديمة كان العرب على الرغم انه كانت لهم سلوكيات قبيحة وسيئة جدا جدا، لكن كانت لهم اخلاق كريمة يباهون بها ويتمدحون بها، كالوفاء والكرم والنجدة والمروءة. سبحان الله، يعني الجاهلية، جاهلية أبي جهل على كفرها وضلالها وطغيانها، كانت أخف من جاهليات اليوم كثيرا جدا. فنسأل الله السلامة، تعالوا بنا لنرى صورة رائعة من وفاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع شاب من أصحابه، الشباب الكرام الأبطال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه بطل مجاهد شهيد كلمه ربه دون حجاب، وهو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه. قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع جمل جابر كانت في غزوة ذات الرقاع. روى ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف. كان راكب جابر رضي الله عنه، كان راكب جمل ضعيف. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف، يعني علشان هو راكب الجمل الضعيف دوت، فأصحابه ماشيين وهو متأخر عنهم، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخه. قال: فأنخته، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك، أو اقطع عصا من شجرة. قال: ففعلت. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. صلى الله على نبينا محمد، مسك العصاية من جابر ونخس بها الجمل كده نخسات، وبعدين قال له ايه؟ اركب. قال: فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، يعني بعد ما كان جبل ضعيف مش قادر يمشي خالص، بقى يسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف كلمة وتحدثت مع رسول الله دي؟ ان تيجي الفرصة انك تتكلم مع النبي، ومش تتكلم مع النبي كلمة صغيرة وتمشي، ده انت تروح معاه مشوار، وتبقى ماشي معاه في الطريق، وتسافر معاه، ويكلمك وتكلمه، ويسألك عن احوالك، واتجوزت ولا لسه، وعملت ايه، وما اتجوزتهاش بكري ليه. رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أجمل إنسان تعرف في الدنيا، وأكثرهم تبسطا وتواضعا ورفقا ورحمة وهدوءا، صلى الله على نبينا محمد. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت: بل أهديه، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قال: قلت: فسمنيه، يعني شوف لي بقى ايه هتاخده بكام، مساومة يعني، اديني فيه الثمن المناسب. شوف النبي عليه السلام كيف يداعب أصحابه، وازاي الصحابة عندهم صراحة على طول في الردود. قال النبي عليه السلام: قد أخذته بدرهم. شوف جمل ياخده بإيه؟ بدرهم، يعني ما فيش. فقال جابر: قلت: لا، إذا تخبنني يا رسول الله، أنت كده هتضيع مني حقي. بيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، مش بقى خلاص اتكسف واستحق، طيب خلاص يا رسول الله واحنا نقدر نتكلم؟ لا. قال: لا، إذا تخبنني، طالما احنا بنتكلم بقى في بيع وشراء. قال: فبدرهمين. قال: قلت: لا. قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. الأوقية من فضة بقى. قال: فقلت: أفقد رضيت؟ قال: نعم. قلت: فهو لك.
خلاص احنا اتفقنا على كده. قال قد أخذته. ثم قال يا جابر هل تزوجت بعد؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن. هنعلق على هذا المقطع لكن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا يا شيخ على الحلقات اللي حضرتك بتقدمها دي. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أهلا وسهلا بكم. ربنا يكرمك يا رب. اللهم أمين وإياكم يا رب. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. بجد حلقات كلها مفيدة. ربنا يجزيك خير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب وينفعنا وإياكم. أمين يا رب. كنت عاوزة أسمع من حضرتك يا شيخ قصيدة الشيخ الحويني. قصيدة الشيخ الحويني اللي هي حضرتك بتمدحوا فيها دي. طيب إن شاء الله بإذن الله. حاضر حاضر إن شاء الله يعني نذكر جزءا منها بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حسن الله إليكم. نقول أيها الإخوة الكرام هذا جابر رضي الله عنه أرضاه لما النبي عليه الصلاة والسلام سأله لماذا لم يتزوج بك أخبره أن والده ترك بنات. فمن الحكمة أنه يتزوج امرأة ثيبا لا بكرا، لأن البكرة تكون صغيرة في السن زيهم، ويعني عشان كده في الرواية الأخرى فيعني قال أنه لم يحب أن يأتيهم أو أن يأتيهن بامرأة يعني خرقاء مثلهن، يعني صغيرة في السن ما تعرفش تحكم لهم أمورهم. فتزوج امرأة ثيبا حتى تجمع يعني أمورهم وهكذا. وسبحان الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت إن شاء الله، يعني هذا هو الصواب الذي اخترته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت بنا فنفضت نمارقها. صرار مكان معين بيقول احنا لو نزلنا هنذبح ذبيحة علشان يعني زواجك هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول كيف يفرح بأصحابه وكيف يفرح قلوب أصحابه عليه الصلاة والسلام. بيقول له احنا هنذبح بقى ذبيحة وزوجتك لما تسمع بينا تنفض نمارقها وتعرف ان احنا بقى عاملين الفرح ده علشانها او هذه الوليمة من اجلها. فقلت والله يا رسول الله ما لنا نمارق، ما عندناش احنا وسائد ولا مخدات ولا القصص دي ولا الفروشات علشان ننفضها، ما لنا نمارق. هؤلاء الصحابة ما عندهمش نمارق لكنهم فتحوا الدنيا كلها يا اخواني. فقال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون، هذه بشرى، إنها ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. يبقى احنا دلوقتي شفنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لجابر أنا هشتري منك الجمل، واشترى منه فعلا الجمل وقال له هاخده منك بكام؟ بأوقية. خلاص رضيت؟ أيوة رضيت. وركب جمل جابر رضي الله عنه الجمل لغاية ما يرجع بيه. طيب نستقبل اتصالا. من معنا؟ طيب السلام عليكم يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، ازيك يا شيخ عبد الله؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب الله يبارك فيك. احسن الله اليك. انا بتصل بس عشان اقول لك وينصركم ويجعلكم منار للحق ويعيننا على نصرتكم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكر الله لك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا على اتصالك. قال جابر فلما جئنا صرارا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى لزوجته
الكلام اللي دار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فدونك فسمع وطاعة، يعني ايه؟ اسمع كلام النبي واطعه عليه الصلاة والسلام. قال فلما اصبحت اخذت برأس الجمل فاقبلت به حتى انخته على باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم جلست في المسجد قريبا منه، ودى الجمل وأناخه على باب النبي عليه الصلاة والسلام وفاء بالإيه؟ بالعهد اللي بينهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الجمل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر. قال فأين جابر؟ قال فدعيت له. فقال يا ابن أخي، شوفوا بقى الروعة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. خذ الجمل بتاعك، الجمل بتاعك ليك. طبعا جابر رضي الله عنه ممكن يفهم كده انه ايه، او انت تفهم ايه لو انت ما تعرفش يعني الحديث او ما سمعتش قبل كده، بيقول له خذ الجمل بتاعك، يا معنى كده ايه؟ ان انا رجعت في البيعه، يعني خلاص البيعه تمت. وقال له رضيت؟ قال له رضيت. مش 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 النبي يا اخي يا اختي، مش رسول الله اللي يعمل كده عليه الصلاة والسلام، ده عمل أروع من كده بكتير جدا. ده لو كان اداله حقه خلاص هو ده الوفاء، انتهينا. لكن الأروع انه جمع وفاء وسخاء وعطاء وجودا وكرما عليه الصلاة والسلام. فقال يا ابن أخي خذ برأس جمالك فهو لك. قال ودعا بلالا فقال اذهب بجابر فأعطه أوقية. أوقية بتاعت ايه؟ اللي هي المفروض انها تكون تمن الجمل. شفتوا ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيخلي حتى العطاء طعمه حلو؟ صلوا عليه يا اخواني واخواتي صلى الله وسلم وبارك عليه. عارف انت حاسس بلذة هذا العطاء؟ عطاء طعمه حلو، ما ادالوش كده الأوقية، قال له خد دول مشي بيهم امورك. لا لا، قال انا اشتري منك جملك. هشتري خلاص، بعت بعت تمام، يلا هات الجمل، واداله الجمل. لا، خد الجمل، خد فوق الجمل تمن الجمل. اي روعة هذه؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فذهبت معه مع بلال فاعطاني اوقية وزادني شيئا يسيرا. قال فوالله ما زال ينمى عندي ويرى مكانه من بيننا حتى اصيب امس فيما اصيب لنا. هذا هو موقف من مواقف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه صاحب الصحيح كما قال ابن كثير من حديث عبيد الله ابن عمر، وهو حديث عظيم كما رأيتم. وهذه صورة من وفاء نبينا محمد النبي الأمي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هذه الصور أيضا أيها الإخوة الكرام، من صور الوفاء، وفاء الصديق لجابر أيضا بعهد كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب جابر قوي من بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. بمال وإيه؟ إيديه الاثنين صلى الله عليه وآله وسلم. لو جالنا المال بتاع البحرين سأعطيك منه هكذا وهكذا وهكذا. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وجاء مال البحرين، قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. اللي بينه وبين الرسول عليه السلام وعد يجي لي. قال فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي أحثه، يلا هذا هو المال أحث في يديك. قال فحثوت حثية فقال لي عدها، شوف كم دول. قال فعددتها فإذا هي 500
فأعطاني 1500، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له هكذا كم مرة؟ 3 مرات، فأعطاه 3 مرات. من هذه القصص الرائعة أيضا أيها الإخوة الكرام، من قصص الوفاء، قصة صاحبي الأرض، صاحبي العقار. والاثنين دول كانوا من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل دول يا أخوانا يعني أمة في غاية العجب، تلاقي فيها كل حاجة، الصالح قوي والضايع قوي، يعني تلاقي فيها واحد في قمة السمو في العبادة والطاعة، تلاقي في واحد تاني في قاع الحضيض والعياذ بالله في الفجور والضلال وكذا. فهذه قصتين عجيبتين من قصص بني إسرائيل. نبدأ بالأولى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر مجموعة من الأحاديث، ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له أرض، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. لقي كده جرة، يعني زي ايه، بكلة كبيرة كده، حاجة كبيرة ومليانة ذهب. ذهب، عارف ذهب؟ ذهب ذهب بتاع زمان اهو، ذهب لقاه في الجرة بتاعته. الطبيعي جدا انه ايه، خلاص، انه كان عنده ذهب اخذه وذهب، مش كده؟ ان كان عنده ذهب اخذه وذهب. لكن هذا الرجل وفي، هو لما اشترى الارض، لكن الجرة اللي فيها الذهب باراضي مش بارض. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. كده هو يعني راح له كده كده، يعني قال له خد الجرة بتاعتك انا لقيتها كده هو، يعني كان بيحصل الكلام ده؟ كان بيحصل زمان، ودلوقتي والله عندما رحم الله عز وجل اكيد بيحصل طبعا. قال انما تاني بقى بيرد عليه بقى، الطبيعي جدا انه كان ممكن يرد عليه: ولقيت بقى كام جره من دول وجايب لي واحده منهم، ضميرك صحي امتى؟ طب ما اعرفش ايه. لا لا، كان عندهم حسن ظن بقى، فخلاص يعني تنتهي القضيه. قال الآخر: إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. أنا اشتريت الأرض بس وما اشتريتش حاجة تانية. طب نستقبل هذا الاتصال أولا. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمود، اتفضل معاكم. اتفضل حضرتك. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشرف عبد الله، ازيك؟ يا اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ يا مرحبا بحضرتك. احب اني احبك في الله. احبك الله وبارك الله فيك. وانا اتصل لدعم القناه وللسلام عليك شخصيا يا شيخ عبد الله. انت تدعمني انا شخصيا باتصالك، بارك الله فيك. انار الله قلبك وانار بصيرتك. اللهم امين، واياكم واياكم. والله انا اول ما اشوفك لازم اصلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلبك ونور عقلك ونور وجدانك يا شيخ عبد الله. امين يا رب، امين. شكر الله لك، اكرمك الله وبارك الله فيك. احسن الله اليك وبارك الله فيك. الله يكرمك ويبارك فيك يا شيخ عبد الله. شاكر جدا لاتصال حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. معانا ابو عبد الله، مرحبا. وطي تلفزيونك يا ابا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. طب خير معاك. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك يا أبو خالد، الله يحفظك. الله يخليك، ازي حضرتك؟ الله يجزيك خير، بارك الله فيك. آمين يا رب. اللهم آمين. سؤال عن الشيخ. اتفضل. هو الجن يقدر يحرق بيوت؟ هو الجن يقدر يحرق بيوت؟ سؤال يعني مخيف للناس شوية. لا، ما هو اللي بيحصل في كرة في محافظة الشرقية إن الجان حرق 7 بيوت ووعدهم إن هو يحرق 70 بيت. الكلام دوت من حوالي أسبوعين أو شهر حاجة زي كده، والشيخ علاء حسنين نزل وناس جابوه، والشيخ الشعراوي قبل كده رد عليه وقال له أنت عندك علم خارق اللي أنت تقدر تعالج الناس من الحاجات ديت، الكلام ده صحيح؟ طيب خلينا نشوف المسألة دي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
يعني سبحان الله، هو مسألة الجن وإحراق الجن لبيوت الناس هذه مسألة حقيقية وأنا عاينتها بنفسي سبحان الله. لكن سبحان الله، لا شيء أقوى من كتاب الله عز وجل، لا شيء أقوى من القرآن، لا شيء أقوى من التداوي بأدوية النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها لنا في الرقية الشرعية. لا شيء يقاوم القرآن أبدا. إذا كان فيه ضعف فهو بيكون ضعف من نفوس العباد، لكن الجان مهما كان قويا، وطبعا الجن يتشكل بأشكال مختلفة، وهذا يعني سبحان الله كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلا يستبعد، يعني لا يستبعد عن الجن أن يفعل مثل هذا. لكن أنا أقول يعني لا داعي أن نستسلم لمثل هذا، ولا داعي أن نعتمد على شخص معين أيضا، مع احترامنا للمشايخ جميعا، مش ما فيش داعي أبدا أن احنا نعتمد على واحد معين، إذا غاب هذا الإنسان فتنتهي القضية. لا، القرآن دواء وعلاج وحصن ووقاية وطارد لكل شيطان في الدنيا، لكن بشرط أنه يحسن الإرسال ويحسن الاستقبال، القارئ والذي يقرأ له أو يقرأ عليه. معنا اتصال. السلام عليكم. أستاذ مؤمن، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عبد الله؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، حياك الله. ربنا يبارك فيك يا رب، ويبارك لنا في الشيخ أبو إسحاق يا رب، ويبارك لنا في علماء الأمة يا رب يا رب يا رب، ينصر الإسلام ويعز المسلمين بيكم يا رب. اللهم آمين. أنتوا اللي نورتوا بيوت المسلمين في القنوات دي يا رب يا رب، يكرمكم ويدخلكم فسيح جناته يا رب. اللهم يا امين يا رب. وسلام يا شيخ عبد الله للشيخ ابو اسحاق، نور عينينا والله العظيم، ربنا يبارك لنا فيه يا رب، وعلماء الامه جميعا. اللهم يا رب، وقناه الندى وقناه الرحمه وكل القنوات اللي بتخاف ربنا صح يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب، اسال الله ان يشفي الشيخ شفاء عاجل. والله بتصل يا شيخنا والله، بس عشان اول حاجه دعم القناه، ثانيا يعني عشان اسلم عليك وعلى الشيخ ابو اسحاق، يعني والله يا ربنا اللي يعلم يعني حب للشيخ ابو اسحاق يعني، والعلماء جميعا، والشيخ محمد حسان والشيخ محمود المصري وكل علماء الامه. الله يحفظه ويعلم السنه في كل مكان ويبارك في الجميع فوق الرؤوس يا رب. وان شاء الله الاسلام بفضل الله منتصر ان شاء الله رب طبعًا العالمين. طبعا ربنا يكرمنا يا رب واياك، ودعواتك لينا كده يا شيخ عبد الله، ربنا يثبتنا وحفظنا القرآن يا رب. اللهم امين، جعلك الله من اهل القرآن يا اخي مؤمن، وبارك الله فيك، شكر الله لك. يا شيخ عبد الله بعد اذن حضرتك يعني عايزك تدينا بس ايه معلومات حلوه كده عن، هديك معلومات عن حاجه انا ما عرفتش هي ايه. ان شاء الله ابشر باذن الله، اسال الله ان يبارك فيك وان يتقبل منك. نعود الى حديثنا وقصتي صاحبي الأرض العقار، وقلنا أن واحد منهم اللي اشترى الأرض وقف لقى فيها جرة من ذهب، فقال لصاحبه خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض، شرى هنا بقى بمعنى باع، احنا اتكلمنا في القصة دي المرة اللي فاتت لو فاكرين، فقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا ماليش دعوة بقى بإيه باللي فيها، بعتك الأرض وما فيها. سبحان الله. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، جوزوا الغلام للجارية وأنفقوا عليهم من هذه الإيه من هذه الجرة. نستقبل اتصالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضلي حضرتك. أيوة يا شيخ، ممكن تدعي لي الشيخ بالهداية؟ أسأل الله أن يهدينا وإياك يا رب، أسأل الله أن يهدينا وإياك ويسر لنا ولك كل خير. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين، بارك الله فيك. معنا اتصالات أخرى. طيب، أنا حتى لا ينسحب الوقت سريعا
ويضيق علي الوقت، ناخد فاصل كده مع القصيدة التي طلبتها الأخت الكريمة جزاها الله خيرا وبارك الله فيها، قصيدة شيخنا الشيخ الحويني، أسأل الله أن يشفاه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. وطبعا لأن القصيدة قصيدة طويلة جدا، فأنا سأختار منها أبياتا يعني مناسبة بإذن الله سبحانه، علشان يبقى معرفش يبقى عندنا وقت قد إيه بعد كده إن شاء الله. هذه القصيدة كنت كتبتها من مدة بعد سماع خطبة الشيخ اللي كانت أنت الجماعة، فقلت فيها: الجود من في الصدور وغائر، والدمع هام من شؤون يفائر، شكت القوافي أطرقت في حيرة، يا سيدي ماذا يقول الشاعر؟ والناس تلك عيونهم وقلوبهم دمع غزير، والمخاوف أغزر. مرض المحدث شيخنا فتتابعت أسقامنا، وقلوبنا تتفطر. حل السقام به فحل بنا الأسى، ويحاصر الأرواح حزن ثائر. شيخي أبو إسحاق يخطب خطبة في إثرها نار الخطوب تسعر، كلماته تبكي الجماد، فكيف لا تبكي عليه مجالس ومنابر؟ كلماته بين القلوب فراقد، هي حينما ذكر الوداع خناجر، فيها يبث شكاته ويغالب العبرات، تخنق لحنه وتحاصر. هجم السقام علي أوقف دعوتي، ومضت على حرمان روحي أشهر. واليوم جئت وكنت غير مؤهل، دائي يؤخرني وما أتأخر. اليوم جئت إلى النعيم ممتعا روحا بذكر الله، تحيا تزهر ويقول: أرجو أن أموت مجاهدا، أدعو إلى رب العلا وأذكر. شرف الحياة وعزها في دعوة، كل المناصب دونها، فلتفخروا مت خادما للدين، أشرف غاية يحيا لك الذكر الجميل العاطر، يحيا لك الذكر الجميل العاطر. عاش الحياة مناضلا عن دينه، عن سنة الهادي، يذود ويسأر
عاش الحياة مناضلا عن دينه عن سنة الهادي يذود ويثأر زفرات مهموم تصيح بنا ألا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا فتشبهوا بالقوم حتى تنصروا فكم صنف الشيخ المحدث فانهلوا يا طالبي علم الحديث وشمروا ما صغت في الشيخ الثناء مداينا أو قاصما كلا ولست أتاجر لكن هذا العلم يرفع أهله وهم الشموس بهم تنير بصائر يا شيخنا يا من أنرت قلوبنا بحديث أحمد أنت بدر نير عظنا ولكن لا تودعنا عظنا ولكن لا تودعنا ففي توديعكم كسر فأنا يجبر قم يا محدث عصرنا هيا اسقنا من علمك الفياض فهو الكوثر قم يا أبا إسحاق قم يا أبا إسحاق واشتد عزمنا فالعزم في جل الشبيبة خائر فالعزم في جل الشبيبة خائر لا لا تودعنا فإنك فرقد في عالم ظلماته تتكاثر إن الرزية كلها في فقدنا على من يضيء لنا الطريق وينذر أرواحنا في بعدكم معلولة والقلب منقطع غريب حائر ورجاؤنا الموصول تنعم صحة ودعاء قومي مرسل متواتر وأكفنا مرفوعة بضراعة لله وهو المستعان الناصر يا حي يا أنت الكريم القادر شفى الله شيخنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ورفع الله عز وجل عنه كل بلية وأسأل الله عز وجل أن يتم عليه الشفاء. إخواني الشيخ أبو إسحاق أنتم رأيتموه داعية ورأيتموه شيخا ورأيتموه عالما وخطيبا مفوها ومحدثا، لكن كثير منكم لم يرى الشيخ أبا إسحاق الإنسان، الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من حنان ورحمة وحب ولطف
والله لقد وجدت من هذا الشيخ لطفا ما وجدته من أحد قبله، مع أنني يعني لقاءاتي مع الشيخ لقاءات قليلة بسبب ظروف مرضه، أسأل الله له الشفاء العاجل، لكن الذي أحدث به الدنيا كلها أني ما رأيت وما عرفت إنسانا، لا شيخا ولا غير شيخ في الناس، يملك قدرا من الإنسانية مثل الذي وجدته في شيخنا أبي إسحاق الحويني. أسأل الله أن يرده سالما غانما معافا من كل بلية ومن كل سوء. هذا من الوفاء، هذا الذي حدثتكم به الآن إنما هو جزء يسير من وفائنا لهذا الشيخ الكريم الجليل الذي علم أجيالا، والذي بث فينا نحن روح الغيرة على ديننا وعلى شريعتنا وعلى حجاب نسائنا وعلى نقاب أخواتنا وعلى حديث نبينا وعلى عرض رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعل كل هذا في موزين حسنات الشيخ. نعود إلى حديثنا مع الوفاء، ونحن لم نخرج عن دائرة الوفاء، وكان من الوفاء أن ألبي طلب الأخت جزاها الله خيرا وبارك الله فيها. هذه قصة أخرى من عجائب بني إسرائيل، قصة رجل استلف مالا من صاحب له. تعالوا بنا، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء واشهدهم، هات لي 2 شهود ولا مجموعة يشهدوا أن أنت تأخذ مني الفلوس. فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتيني بالكفيل، مين اللي يضمنك لو أنت ما جتليش بالفلوس؟ قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت، واطمن له. قال فدفعها إليه على أجل مسمى، اتفقوا مع بعض على أنه يجيب له الفلوس في وقت معين وخلاص، رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا. قال فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. عاوز يجي في الوقت المناسب، الوقت اللي المحدد ما بينهم علشان يديله الفلوس بتاعته، لكنه لم يجد مركبا يركبها حتى يصل بها إلى صاحب المال. نستقبل هذا الاتصال، أنا بس مش عاوزكم تتوهوا مني وأنا بحكي القصة. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. ازيك يا سيدنا، عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أنا بحب حضرتك جدا والله، وإحنا بندعم صلاة النهاردة كلنا يا رب. ربنا يبارك فيك ويحفظك، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. شكرا. شكرا حبيبي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نكمل القصة ونختم على طول، وأنا مالي ومال القصة دي. طيب ماشي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. طيب يعمل إيه في الحالة دي وهو مش عارف يوصل لصاحبه إزاي والفاصل بينهم البحر؟ قال فأخذ خشبة. شوف بقى هنا قوة اليقين في الله عز وجل والثقة في الله عز وجل. قال فأخذ خشبة فنقرها، فتح فيها إيه؟ خشبة كده كبيرة، ولتكن مربعة ولا مستطيلة أي حاجة، المهم إنه إيه؟ زي صندوق كده صغير، فتحها وعملها زي صندوق. فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. كتب الورقة، أدي فلوسك أهي، وأدي في 1000 دينار هم في قلب الإيه؟ الخشبة، وسدها. قال ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر. شوف قوة اليقين العالية دي. فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، استلفت منه يعني، فسألني كفيلا حد يضمني، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. الله الله،
وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. يا سلام على قوة اليقين عند الاتنين دول وقمة الوفاء برضه، ولسه هتشوف الوفاء جاي. أنا يعني مش هختم دلوقتي إلا بعد القصة طبعا. قال ورمى بها، قال اللهم إني أستودعكها، ورمى بالإيه؟ بالخشبة في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. وهو في ذلك برضه مع إنه رمى الخشبة خلاص طلع 1000 دينار من عنده، المفروض إنها خرجت كده من ذمته، لا، وهو مع ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، مستني صاحبه على الأجل المسمى اللي كان ما بينهم، بس ما لقاش المركب، لقى الإيه بقى؟ لقى الخشبة. فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، هو خدها كده ما عرفش، سبحان الله. ومن شوف حكمة ربنا إن الخشبة كأنها بتقول له خدني، يعني خلاص ما هي خشبة معدية في إيه، لكن ياخد الخشبة دي تحديدا ويقول أنا أخدها حطب للناس في البيت علشان يوقدوا بها. قال فلما نشرها، لما شق الخشبة، وجد المال والصحيفة. الله أكبر. ومع ذلك صاحبنا لسه بيدور على إيه؟ على مركب عشان يجيله. قال ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيتك فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ طبعا التاني مش مصدق إنها تكون وصلت، يعني برضو بالبشرية بتاعته مستغرب، فبيقول له هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. أبعت لك إزاي يعني؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. الله 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 على هذه الروعة يا إخواني، خد فلوسك وانصرف، فقد أدى الله عز وجل عنك، فانصرف بمالك راشدا. هذا هو اليقين في الله عز وجل، هذه قوة الثقة في رب العالمين، هذا أيضا هو الوفاء بالعهد حين يبلغ هذه الصورة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي نقطة مهمة جدا وجميلة جدا تريح كل اللي عليه ديون، يا كل من عليه دين، اسمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، زي ما انت شفت كده مع الراجل ده، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه دي أتلفه الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبرة بالمقاصد، والعبرة بالقلوب، والعبرة بالنوايا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حان وقت ختام حلقتنا هذه، ولا أدري، لعلي أتغيب عنكم بعض الحلقات، لعلي من الأسبوع القادم، فلا تنسوني من صالح دعائكم، إن شاء الله أتواصل معكم على كل خير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الأوفياء الأصفياء الأنقياء الأتقياء، وأن يرضى عنا وأن يرضينا، وأن يسعد قلوبنا، وأن يدخل المسرة على نفوسنا أجمعين، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا. اللهم يا حي يا قيوم، يسر لنا كل خير وجنبنا كل شر. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمعنا في الدنيا والآخرة مع من نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. اللهم عوضنا من كل ما فقدناه في حياتنا خيرا، اللهم أجرنا في مصائبنا كلها، واخلف لنا خيرا منها، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين.
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وتذكروا مهما تغيبت عنكم أنني أحبكم في الله. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتبسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إلى